الأضحى اللي كان ريني فايرل النهارده. طبعا لو كنا يعني الناس كلها تابعت الأخبار طبعا خاصة بالنادي الأهلي، إنه فايلر منح اللعيبة راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة. هم دول يعني أول وتاني أيام العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. الفريق هيرجع مرة تانية علشان يتدرب يوم الحد اللي جاي. بنستعد لمباراة إنبي يوم 9 إن شاء الله. وهاني طبعا كان يعني خلاص أخيرا أن اللعيبة أخذوا الراحة دي. أنتوا دايما كنتوا متعودين أول تاني أول يوم العيد تاني يوم صح؟ ساعات كنتوا بتلعبوا يعني كده. الله يكون في عون اللعيبة، لأن في أوقات كتيرة جدا كان اللعيبه كمان ما بتقضيش الاعياد مع عائلتهم. عندنا معسكرات اذا كان في ارتباطات على مستوى الدوري على مستوى المنتخبات. حصلت لك كتير صح؟ كتير كتير. ويمكن جو كمان الاعياد في المنتخب او في النادي بيكون ليه طعم خاص، لكن طبعا ما فيش احسن من يكون مع اسرتك. وده اللي عمله فايلر، ان ادى 48 ساعه راحه، وان شاء الله الولاد يكونوا مع اسرهم بيقضوا العيد، وان شاء الله اجازه سعيده للناس كلها وخاصه لاعبي النادي الاهلي. طيب عندنا كمان خبر خاص بالجانب الفني. النهارده فايلر كان يعني بخلاف التدريبات اللي عملها مع اللعيبه كان في جلسه فنيه، وكان اجتمع مع عدد من اللعيبه، كان منهم اجاييه وكهرباء قعد معاه 10 دقائق. طبعا اكيد اتكلموا على البيت الكبير طبعا هم كانوا من احد الضيوف المنورين. وكان جيرالدو برضو كان في من ضمن الناس اللي اجتمع بيها فايلر علشان يعني حرص ان هم يديهم تعليمات مهمه جدا استعدادا زي ما قلنا لعوده الموسم، عوده الدوري مره ثانيه. برضو مهم جدا ان الناس تعرف ان مهم جدا الحاله النفسيه اللي بيتعامل بها فايلر مع اللعيبه، ده مهم جدا. ومن خلال لقاءاتنا ومن خلال احاديثنا مع اللعيبه والمداخلات التليفونيه، الكل اجمع ان فايلر بيتعامل بشكل مميز جدا جدا على المستوى الفني لكل لعيب، وده مهم جدا على المستوى الفني وعلى المستوى كمان انه بيدي الثقه للعيبه، وان اللعيبه كمان زي ما انتم دايما متعودين النادي الاهلي بيت واحد واسره واحده، وده مهم جدا ان فايلر من نوع المدرب اللي بيتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي جيد جدا. هو شخص يمكن معظم اللعيبه او جميع اللعيبه اجمعت عليه، اجمعت على شخصيه فايلر. طيب من فايلر هنروح عندنا برضو خبر